مصر كان في القصر حلواني. ايوه كان حلواني صحيح. المصريين حلوين قوي يعني، حلوين وجميل ومفتحين وعندهم كوميونيكيشن سكيلز كده وعندهم مهارات واخترعوا حاجات ياما. هم اللي اخترعوا المسحراتي واخترعوا فانوس رمضان، وهم اللي اخترعوا الكنافه والقطايف. فعلا المصريين حلوين. فانتوا حلوين. ما نزودش الحلاوه بالسكريات الزياده، لان بتعمل تخمه، بتعمل مشاكل، بتعمل سمنه. والابحاث بتقول ان اللي بياكل ده كل يوم مع كحك العيد اللي جاي فيما بعد شهر رمضان، فترة 45 يوم بعد شهر رمضان، بيتضاعف أمراض السكر والضغط وتصلب الشرايين. المهم العصبية. العصبية اهدى خالص. وهنقول لكم شوية حاجات بسيطة كده تعملوها. حاول بقدر الإمكان تغسل وشك بمعدل كل ساعتين. الرسول لما قال الوضوء يطفئ نار الغضب، يطفئ نار الغضب، بالتحليل الفسيولوجي، لأن أكتر مكان مسؤول عن العصبية في جسم الإنسان موجود في الوش. فانت لما بتغسل وشك بمعدل كل ساعتين او على الاقل في الوضوء ده، بيخلي عندك استرخاء نفسي. حاول بقدر الامكان لما تلاقي نفسك عصبي اتنفس ببطء، خد نفس عميق واكتبه وطلعه كده بالراحه، 3-4 انفاس مش كتير. حديث الرسول فيما معناه ان انت لو انت غضبان وكنت قاعد قوم اقف، ولو انت واقف امشي، ده صح. لما تبقى انت متعصب قوي سيب المكان اللي انت فيه وتحرك. قاعد كان زمان واحنا بنتفرج على ماتش الكوره ويجي الاذان فيقطعوا البث المباشر، كان كابتن محمود بكري يقول لك ايه، اللي كان متعصب وطلع بره البلكونه بيشرب سيجاره وكوبايه شاي يرجع بيقول له الاهلي جاب جون مثلا، يعني انت اعمل زيه كده. تلاقي نفسك متعصب اطلع البلكونه وارجع، هتلاقي الاهلي جاب جون والزمالك برضه، عشان الزمالك ما يزعلوش. يعني هتلاقي نفسك انت هديت وهتجيب جون اجتماعي، جون ما خسركش، هدف مش تسلل، ولا حتى هيرجع فيه للفار. فمهم قوي تركز على ده. متضايق وبعدين مش اب لازم ترد في الموقف وقتيا، يعني ده ردود فن، وسيب الزمن يلعب دوره واشتغل على القضايا المؤجله. خد بال حضرتك، احنا لو عندنا فلسفات في اداره الحياه بصفه عامه، هيبقى عندنا فلسفات في اداره الغضب والتحكم في العصبيه. يعني اي موقف خلافي بيني وبين اي حد انا بجمده شويه، عارف لما ترجع له بعد سنه هتلاقي الموقف يا اما كان من التفاهه بمكان المفروض ما اخدش فيه اجراء، هتلاقي الموقف ده ما بقاش يلزمني النهارده، هتلاقي اطراف الموقف ذات نفسهم ممكن يكونوا اتغيروا وتبدل حالهم، وهتلاقي مراكز القوه اختلفت. فمهم جدا يبقى عندنا فلسفات عامه في الحياه تنعكس على فلسفاتنا في اداره الغضب. الست في رمضان الحقيقه خصوصا في مصر بتشيل مسؤوليه مضاعفه زياده. صحيح. خصوصا انت بتضيف هم الفطار والسحور كل يوم مع كل مسؤولياتها اللي هي متحملها، ده بيزود العصبيه عند الستات؟ بيزود العصبيه. وظهر عندنا مرض جديد في الاكتئاب او نوع جديد اسمه اكتئاب العيد. اكتئاب العيد ده بتصاب بيه المراه بنسبه 4 أضعاف عن الراجل، نتيجه ان هي طول الشهر زي ما حضرتك بتقول بتصحى من احلاها نومه علشان خاطر تحضر الفطار، وتصحى من احلاها نومه عشان خاطر تحضر السحور، وعبء العزومات وعبء الخروجات، ونيجي احنا داخلين على العيد اهو اخر اسبوع، عبء التنظيف ونزول الستاير ولبس الاعياد وكسوتهم والتحضير للعيد، وكمان بنخليها تكلم ناس تعيد عليهم هي مش عاوزه تعيد عليهم، يجوا لا طب معلش عيدي على فلانه مثلا يعني، وبينها وبينها تاريخ اجتماعي باد او سيء، انما تجبر ان هي تكلم ناس مش عاوزه تكلمهم. كل ده بيحملها اعباء، في حين ان الراجل بيخلص صلاه العيد بيطلع ياكل الفلافل والجبنه التركي والجبنه البيضة، وده طقس جميل، بس الاجمل انك تاكله في بيتك، انك تشارك مراتك معاك، لان هي متحمله 30 يوم عندها اكتئاب العيد وانت مش واخد بالك، فده هينعكس عليها بعد العيد. هتلاقي اهمال في النظافه الشخصيه، عصبيه مع اولادها، عزوف عن المشاركات الاجتماعيه، اضطرابات في النوم، اضطرابات في الشهيه، هيأثر حتى على بعض الاعراض الجسديه عندها، تلاقيها دايما بطنها وجعاها، ضهرها واجعها، عندها خشونه في الركبه، عندها تساقط شعر، فيبقى عينك على ده. الراجل بيتعامل معاها ازاي؟ بص حضرتك، المولى عز وجل قال هن لباس لكم وانتم لباس لهن. يعني المفروض الراجل يلتحف بمراته، دي شريكة حياة، دي مش مجرد زوجة، يعني شريكة حياة. حاول بقدر الإمكان المشاركة تبقى مشاركة إنسانية، مش مشاركة اللي أنت جايب قمر الدين وعين الجمل والبندق، ولا إن أنت بتديلها فلوس تنزل تجيب هدوم الولاد، لا، المشاركة في الأحزان، في الأفراح، في الأمال، في الطموحات، في الفكر، ترتب عليها وتحاول تحتضنها بقدر الإمكان وتديلها حقها حتى لو في الخطأ، يعني ما عملتش الأكل النهاردة اتحرق بكرة، الدنيا ماشية، يعني مين فينا ما بيسهاش. فبقدر الامكان تخلي فيه مساحه من التفاهم بقدر الامكان معاها، ما تعولش عليها في الفشل، يعني ولد ما جابش نتيجه كويسه في الاختبار ما نجيش نقول لها ما هو انت اللي بتذاكري له، او لو انت متابعاه ما كانش حصل كده اطلاقا. ادي لها حقها الانساني،
تفهم دوافع السلوك اللي بيطلع منها حتى لو انت مش متقبله. كل سنة طيب يا دكتور. رمضان.